قبل ما اقول لك يا عم حاج الحاجات تبدا اديني لايك كده، اديني لايك يا عم الحاج حلو كده دي. بس كمان انت مش عارف انت بتزعل من اللايك، ما تدوس لايك يا اسطى والله العظيم هيخسرك حاجه. الريت شويه اليومين دول، فظبطني بلايك عشان الريت يقوم شويه يا جدع، وخد لك احلى بوسه ويلا بينا نبدا. ايه الحاجات اللي بتبدا يا عم الحاج؟ وبنشوف لنا كرافت اللي بتتسلل وتدخل متحف الاثار وبتكون بتدور على حاجه معينه وبتفضل تتمشى جوه كده لحد ما بتحس بان في حاجه جايه عليها، وفجاه بتلاقي في وشها الروبوت جاي وعايز يموتها. مش فاهم صراحه متحف ازاي واثار وجاي الروبوت. المهم بيفضلوا هم الاثنين يشتبكوا مع بعض وبتحاول انها توقف لحد ما بتقدر انها توقفه، وبتشيل شويه اسلاك وجهاز صغير كده من الروبوت وبتروح بعد كده على حته اثار جوه المعبد. ولكن للاسف بيصحى روبوت تاني وبيهجم عليها، بس هي بتشاور له وبتقول ان هو يقف، فبيقف عادي جدا. وبعدين ابو الصحاب بتاخده في ايدها، وبنعرف ان اللي هي فيه ده كان تدريب على اقتحام واختار الروبوتات ده والكلام ده كله. بيطلع مع كده يتكلم شويه مع صديقها اللي كان بيدربها واللي اسمه برايس، ويروح مع الكائن لحج لمدينه فينيس في ايطاليا. بنشوف مجموعه من الناس الكبيره في البلد قاعدين في اجتماع، ودول مش ناس كبيره في السن، لا دول ناس كبيره في المقام، يعني مش في المقام يعني قد ما هم ناس كبار في البلد يعني. المهم ابو الصحاب بيتكلموا واحد اسمه بالو المساعد بتاعهم، وبنعرف اننا في يوم 15 في الشهر بيحصل ظاهره فضائيه كده في الكواكب نادره جدا، وهي انتظام للكواكب في سرب واحد، وان احنا محتاجين مفتاح معين على شكل مثلث كده عشان نستخدمه ونستفاد من الظاهره دي. هتقولي طب نستفاد ازاي؟ اقول لك هتعرف دلوقتي. المهم ان لازم في اسرع وقت باول يجيب المفتاح ده، عشان لو ما عرفش يعمل كده هيضطروا يستنوا 5000 سنه بقى ان شاء الله عشان يعملوا مهمه بتاعتهم دي تاني. فيقول لهم ساعتها باول ان احنا جاهزين يا رجاله ما تقلقوش، وهنجيب المفتاح ده في اسرع وقت. فبيدوا اسبوع بس ايه يجيب فيه المفتاح، وهم هيكون معاهم خرائط قديمه كده مكتوب من ارسطو، مش عارف صراحه ايه اللي جاب ارسطو في الموضوع ده. المهم هتخليهم ان هم يقدروا يوصلوا للمفتاح ده. المهم بنروح بعد كده لارا، بتكون واقفه عند القبر بتاع ابوها وبتفضل بقى تعيط وهي متاثره كده، عشان ابوها بقى ما فاهم مات وكده ولازم تكون متاثره يعني. بنشوفها بالليل بقى وهي بتبص على كواكب في الفضاء من التلسكوب بتاعها، وبتقول ان غالبا كده السرب هيحصل قريب جدا، وان في خلال اسبوع هيحصل خسوف كامل بعد ما السرب ده يحصل. بعدها بتحلم بذكرياتها هي ابوها زمان اللي كان بيدرس لها وبيكلمها عن الكواكب بقى والكلام ده كله. وانا صراحه طول الفيلم مش مركز مع القصه، انا مركز مع جيمس. انت متخيل يا اسطى الوضع اللي انا فيه؟ المهم بتصحى بعد كده من النوم فهي مخضوضه، وبتقوم وبتتمشى شويه جوه القصر بتاعها. صراحه الثراء الفاحش ده، تسمع صوت غريب كده، والصحاب بتفضل ماشيه لحد ما بتلاقي الصوت ده جاي من ورا حته خشب معينه كده في البيت. المهم الصحاب بعد كده بيكون في صوت ساعه، فبتكسر الحيطه عشان تطلع الساعه دي، ما مش عارف صراحه بتكسر الحيطه ليه. بتلاقي بعد كده نفسها بالصحاب في اوضه صغيره كده اول مره تشوفها، وتدور على الساعه وبتلاقيها جوه الصندوق. بتروح بعد كده لبرايس عشان تصحيه وتقول له على حوار الساعه عشان يكشف لها عليها احسن تكون تعبانه ولا حاجه. هتلاقيها مأخرة ممكن ولا حاجه. المهم بس صحاب بعيد عن الهبل اللي انا بقوله ده، هي بتحس ان الساعه دي ليها علاقه بالكواكب او حاجه يعني. فبيكشف بعد كده برايس عليها وبيلاقي انها حاجه كده شبه خزن اساسا، وجواها المفتاح اللي مرسوم عليه مثلث اللي الجماعه وباول بيدوروا عليه. بنشوف بعد كده لارا تاني يوم وهي رايحه المكان بيتعمل فيه مزادات في البلد، وهي معاها المفتاح او الساعه الغريبه دي عشان عايزه انها تديها لواحد هناك اسمه ويلسون، والراجل ده هو خبير في الانتيكات والتحف واكيد هو هيفيدها في الموضوع بتاعها. بيتقابل بقى بالصحاب هناك واحد اسمه اليس، واللي كان يعني معرفه قديمه، وبنفهم من كلامهم ان هم في مهمه زمان بينهم هو سرقها في الاخر وكرف لها. قال عليك حد يكرف للموز يا حمار يا هبل يا حوالي يا متخلف يا عمى، مش لاقي شتيمه ثانيه اقولها له، بس مش عايز اشتمه شتيمه وحشه يعني. يلا يا ابني. المهم بعد كده الصحاب بتروح لارا ويلسون وتدي له الساعه، وبعد لما بيكشف عليها بيقول لها ان دي ساعه نادره فشخ عشان هي بتحسب الوقت بالعكس. ايه ده بتحسب الوقت بالعكس؟ يعني هي تعتبر بترجع بالزمن بتاعه، وكمان في مكان فيها كده بيدخل فيه مفتاح بس مش عارفين مفتاح ايه بالظبط. بتقول له بعد كده لارا ان يعني ممكن يعني كده ان دي تكون ليها علاقه بالكواكب او الحركه بتاعتها، عشان ابوها قال لها على حاجه شبه كده زمان انا بس مش متذكره. فيقول لها والنعمه ما اعرف يعني. فبتسيب له لارا بعد كده الساعه هو يكشف عليها براحته وبتمشي. بتروح بعد كده على بيته، بيتصل بيها ويلسون بالليل وبيقول لها ان في واحد اسمه باور هيخليه يتواصل معاها عشان هو يعرف كتير قوي عن الساعه دي واكيد هيفيدها. فبتقول له قشطه وقعتي بالفخ يا لارا. تاني يوم الصحاب بتروح لباول وبتقابل المساعد بتاعه، وبتعرف ان هو بيشتغل محامي. بيجي بعد كده باول بيسلم عليها وبيكلمها عن الساعه شويه، وبتعرف منه هو اي نعم شغال محامي، ولكن هو بيحب الانتيكات جدا والساعات القديمه، وان هو عايز ياخد منها الساعه بس فتره كده عشان يكتشف سرها، ولكن هي بتشك فيه ومش بترضى. بنشوفها بقى والصحاب بالليل في القصر بتاعها، طبيعي جدا الا هيحصل هتقتحم عصابه عشان عايزه تسرق الساعه. المهم بتهجم عليهم لارا وبتبدا تضرب فيهم وتموتهم بالبت، بسم الله ما شاء الله عليها وتد يا عم الحاج. المهم هي بتموت كتير منهم، ولكنهم هم بيكون كتار جدا بيروحوا شويه منهم، وبيضطروا ان هم يدخلوا الاوضه اللي فيها الساعه وبيسرقوها. في الوقت ده لارا كانت بتقاتل في شويه من الرجاله دول، وبرده كانت بتقاتل اصلا بمساعده برايس اللي كان بيقول لها على اماكن العصابه دي عن طريق جهاز معين كده، وبتضرب الصحاب تضرب في العصابه. وبعد شويه اشتباكات بيقدروا بعد كده ياخدوا الساعه زي ما انا قلت لك وبيمشوا. بنشوف بعدها الساعه مع باول بيعمل شويه طقوس غريبه كده وهو مبسوط قوي بالانجاز اللي هو عمله ده. وبنرجع للارا واللي معاها بيدخل عليهم ساعه البريد اللي بيديهم جواب مبعوت لها من ابوها الله يرحمه. الحاج بعت جواب من التربه يعني ولا ايه؟ طبعا هي بتستغرب جدا وبتفهم
تفهم يعني ان ابوها كان مخطط ان الجواب ده يوصل لها في الوقت ده. اكيد ما طلعش ان الطب بعت الجواب ورجع تاني يعني. المهم ابو الصحاب مكتوب في جواب كده كلام غريب فشخ يعني. والكلام ابو الصحاب بيكون رؤيه العالم كله بالذات الرمل والسماء والزهره البريه، سوف نمسك اللانهائيه بيدنا والخلود بساعه. ماليش دعوه اقسم بالله بالكلام ده، هو مكتوب كده في الجواب، ماليش دعوه يعني. المهم بتحاول لورا انها تفهم الكلام ده زي وانا وانت بالظبط بنحاول اننا نفهم. فبتقوم بعد كده بتروح على المكتب بتاع البيت وبتطلع كتاب من تاليف ابوها، وبتلاقي محفور على صفحه من صفحاته المثلث اللي جواه عين اللي موجوده على الساعه. هذا المثلث الذي جواه عين تقريبا هي المساله الماسونيه. المهم بعد كده بالصحاب بتقطع الصفحه دي وبتلاقي موجود تحتها ورقه وجواب تاني ابوك كان سايبه لها. الحاج واضح ان هو كان ليه في الالغاز. المهم ابو الصحاب هقول لك مضمون الجواب، مضمونه بقى انها لو لقيت الجواب ده يبقى هو ما عرفش يوصل للي هو كان شغال عليه، وانها لازم تكمل من بعده. بيحكي لها ان الساعه دي تعتبر مفتاح لمكان مهم في الارض موجود فيه مثلث النور السحري. افتكر بعد كده ابوها لما كان بيقول لها زمان ان المثلث ده معمول من معدن خرج من بركان كان بسبب نيزك نزل على الارض من 5000 سنه. شفت بقى اللفه قد ايه؟ شفت يا اسطى اللفه؟ يعني بص، معدن خرج من بركان كان بسبب نيزك نزل على الارض من 5000 سنه. يعني احنا انا تهت اصلا وانا بتكلم. المهم كان في جماعه من الصحاب مسميه نفسها كده رجال النور، بنوا على النيزك ده مدينه وعملوا المثلث ده، ولكن الحاكم وقتها استخدم المثلث ده غلط ودمر المدينه، يعني زي ما ان هو باظ منه. المهم قرروا وقتها ساعتها ان هم يقسموا المثلث ده نصين ويسيبوهم في مدن مختلفه على كوكب الارض، وعملوا كده فعلا. وبيفتكر ابوها زمان لما كان بيقول لها ان حته المثلث الثانيه في مدينه كامبوديا، ودلوقتي ابو الصحاب لازم تبقى اسرع من الجماعه التانيين عشان تجيب المثلث الثاني قبل توازي كواكب التسعه مع بعض، عشان جماعه النور ما تقدرش انها تتحكم في العالم او في الوقت يعني مش هتحدد. فبتقول ساعتها لارا لبرايس انها هتروح على هناك وبتبدا رحلتها، تستعين بقى بصحابها من الجيش اللي بيوصلها بالهليكوبتر بسرعه هناك. بتوصل بعد كده وبتلاقي ان باول هناك وكان معاه اليكس اللي كانت تعرفه من زمان اللي فكس لها ده، وبيكونوا هم بيحاولوا يكسروا باب المعبد عشان يدخلوا يجيبوا النص التاني بتاع التمثال، ولكن بتقرر لارا انها تدخل من ظهر المعبد. ولما بتدخل بعد كده بتلاقي عيال صغير لها بتشاور لها على ورده، بتروح بقى هي تقطف الورده دي فالارض تتفتح من تحتيها وتنزل جوه المعبد. الارض حرفيا اتشقت وبلعتها. في نفس الوقت ده بيبقى باول واللي معاه كسروا الباب بتاع المعبد ودخلوا هم كمان. لارا بقى بالصحاب بتبقى مستخبيه في الدور اللي فيهم بالظبط، تقرا شويه كلام كده مكتوب على الحيطه، وبتعرف ان المعبد ده مليان الغاز كتير وانه ما ينفعش اي حد يلمس اي حاجه وخلاص او يحل لغز غلط والا هيتفشول. وبتلاقي بعد كده ان باول واللي معاه عايزين يحطوا الساعه في مكان معين ومنه هيقدروا ان هم يجيبوا النص التاني بتاع الساعه. هيحطوا فين بقى يا ترى؟ اوعى تفكر في اللي في دماغي. المهم بالصحاب بتطلع تقول لهم لا بصوا يا رجاله ما تعملوش كده، فبيضربوا عليها النار على طول. انت بتستهبل يا مرة، ولكن هي مش بتيجي فيها اي طلقات لانها بطلت الفيلم يعني. وساعتها هي بتعرفهم ان الفتحه اللي وراها في الدور اللي هي واقفه فيه ده هي الفتحه الصحيحه، وبتخلي باب بعد كده يديها الساعه وبتدخلها في الفتحه فعلا، وبتطلع الفتحه دي اللي صح. بيفتح بعد كده باب معين بيخرج منه عمود، المفروض العمود ده هيكسر تمثال موجود في المعبد عشان يجيبوا منه النص التاني بتاع الساعه. العمود ده بالصحاب الحركه بتاعته بتبقى وطيئه قوي يعني، فبتنط لارا عليه عشان تسرعه يعني شويه، وبتبدا انها تخليه يخبط في التمثال. اخيرا بيتكسر بعد كده التمثال وبينزل منه سائل بيخرج منه نور ابيض بينور حته كده في الارض. بيتفتح بعد كده الحته دي وبيخرج منها سائل كده غالبا يعني ده زئبق يعني، وبيخرج معاه بعد كده الجزء الثاني من الساعه، واللي الساعه من ابو الحي يمسكها لا تاخدها بسرعه من ايده. الزئبق بدا بقى والصحاب بيتوغل في شويه فتحات وهو ماشي، والفتحات دي والصحاب يبقى فيها كتير من التماثيل بتاعت المحاربين القدامى. التماثيل دي بيفوقوا وبيفضلوا كلهم بقى يحاربوا فيهم. ما تسالنيش التماثيل فاقت ازاي. المهم ابو الصحاب بيروح بعد كده اليكس ياخد الساعه الاولى اساس، وبيفوق تمثال كبير جدا، وبتقدر لارا بعد ضرب كتير نار عليه انها تخبط العمود فيه وتكسره. بتهرب بعد كده وكل الموجودين بيكونوا هربوا اساسا، وبتتصل بباول عشان يتصلوا لاتفاق يرضي الطرفين من ناحيه الساعه والمثلث دول. فبيقول لها ساعتها انها تقابله، خلاص بص احنا نتقابل ونظبط الدنيا. بتتصل لارا بعد كده ببرايس وبيقول لها ان التوازي بتاع الكواكب هيحصل بعد 6 ساعات، فبتقول له ساعتها على اللي حصل وانها عايزاه يجيبها على هناك. بتقابل بعد كده لارا باول وبتقول له انها عارفه موضوع المنظمه ده، فبيقول لها بصي كده من الاخر لازم ان انت تتعاوني معانا عشان ابوكي اساسا كان في المنظمه دي اللي هو صباح الفل يعني، وابوكي ده علمني حاجات كتير جدا، وانك لو هتنضم لينا هتقدري تشوف ابوكي من تاني ويرجعه لك. ولكن هي مش بتصدقه يعني، لو استغفر الله العظيم يعني اللي هو يا حاج نحاول مد دول بايد ربنا بس. تاني يوم بقى ابو الصحاب بتقابل باول وبيركبوا السفينه وبيروحوا على مدينه ثلجيه كده، وبيروحوا على كهف معين فيها في جرس على اول الكهف ده، فلارا بتقول بيتفتح اوضه موجوده، وبيكون في الاوضه دي نموذج كبير جدا بيحاكي حركه الكواكب حوالين الشمس. بتاخد بعد كده لارا الساعه وبتحطها في نموذج الشمس، وبتبدا
بتختفي لارا وبترجع تاني بسرعه، بتلاقي نص المثلث التاني معاها. بتقول يا ايه اللي حصل ده، انا مش عارف. بيكون بقى خلاص الكسوف والتوازي بيحصل، وبيجي القائد بتاع المنظمه، ولكن باول بيخلي رجالته يقتلوه، بياخدوا نصين المثلث وبيركبوهم في بعض، ولكن مش بيحصل حاجه خالص عشان ناقص حته صغننه كده من الساعه لازم تكون موجوده في المثلث. فباول ساعتها بيقتل اليكس عشان لارا تساعده، بتاخد هي منه الساعه وبتحذفها منطقه معينه موجوده في الاوضه، وبتتفكك الساعه وبتاخد منها الجزء اللي ناقص من المثلث وتحطه فيه، بتحطه في المثلث يعني. المهم بيحصل زي انفجار كده في الفجوه الزمنيه دي، وبتلاقي نفسها هي وباول بيجروا على هرم النور اللي على قمته بقى المثلث، واللي هيمسك المثلث ده في الاخر هيقدر ان هو يتحكم في الوقت. تقدر طبعا لارا انها هي اللي تاخد المثلث في الاخر عشان تبقى بطله الفيلم وكده، وبترجع بالزمن وبتقابل ابوها، وبيقول لها ان اللي بيحصل ده غلط وانها لازم ترجع وتمشي الوقت في مساره الصحيح. فبترجع وبتنقذ اليكس، وبتطلع السكينه من جسمه وبترشقها بباول. خد يا ابن الله. تقدر بعد كده المثلث بالنار، وبتكون الظاهره بتاعت الكواكب خلاص خلصت يعني، وبتمشي بعد كده هي واليكس، وهي ماشيه بابا بيقول لها ان هو اللي قتل ابوها واخد منه ساعه معينه، والساعه دي بيبقى عليها صوره امها ان 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 بستفزتها. فبتقوم جايه لارا راجعه وبتقتله كده وبتموته، وانت استفزتها. بعدها خلاص كل حاجه بتخلص، وبترجع لارا القصر بتاعها من تاني بعد لما انقذت العالم من جماعه النور. والله يا صديقي، هو المفروض ان كان هيبقى في افلام تانية لارا كرافت بانجلينا جولي، ولكنها ما نجحتش، فانت فاهم الدنيا مشيت ازاي. فانت هتلاقي فيلم تاني كده لصحاب لارا كرافت هتلاقيه موجود عندنا في القناه، يبقى ابحث عنه هتلاقيه تلاقيه، عشان كده هحط لك اللينك صراحه. طالما وصلت الى هذه النقطه فاعمل لايك للصحاب، وخد مني بوسه، واحب اقول لك ان توته خلصت الحدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، بس تعمل فولو على انستجرام، ما تنساش تعمل فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منتج الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد ناجد عشان هو كاتب سكريبت ده، وتخش على جويل ميم زي ميم امي على الفيسبوك يا ابو الصحاب، وما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي اللي هي حسن فه، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته المصريه، وبعدها كده فاهم وانت في السكه تروح تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده، وبعدها برضه وانت في نفس السكه اعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج. وانا اسف ان تعبتك معايا، بس كده جدع، سلام عليكم.